الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني فرع الصناعي وكافة التخصصات في الحاسوب والتمريض والتجارة الزراعي، إليكم شرح مادة القواعد اللغة العربية اسم الآلة، صفحة 40 على ما أعتقد، صفحة 40 و41. راح نحل تمرينات اسم الآلة، وأثناء حل التمرينات راح نعطي بعض الشروحات. يقول استخرج اسم الآلة. بالبداية يجيني نوعين، يا أما مشتق يا أما جامد. الجامد اللي استخدموه العرب بدون أي وزن، اللي هو ما يشتق من فعل، مثل سكين، سيف، قلم، رمح، فأس. أما اللي يشتق وإلى فعل يكون إلى وزن. عندي أوزان هواية، عندي وزن مثلا مفعال، مفعل، فعالة، فعال، فعالة، أو أيضا عندي وزن فاعل، فاعول. يعني إحنا لازم نشوف شنو، وشيل اسم الآلة هو يدل على آلة. يقول قال الشاعر: والصدر فارقه الرجاء فقد غدا وكأنه بيت بلا مصباح. يقول استخرج اسم الآلة مما يأتي واذكر وزنه. شوفوا كلمة مصباح، مصباح هذا اسم آلة، شنو وزنه؟ مفعال. وزنه مفعال، وزنه مفعال. زين، أجي ثاني. يمشي الأسى في داخلي متغلغلا بين العروق كمفضع جراح. المفضع كمفضع يعني أعتقد هو يقصد المشرط، أو فإذا هاي على وزن مفعل، على وزن مفعل. زين، أجي هنا ثانيا. قال آخر: لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي. لساني وسيفي، عد الأول شيء سيفي هنا، شوفوا هذا سيفي هنا، سيف قلنا احنا سيف جامد، وهذا سيف جامد ليس مشتق، يعني ما إلى وزن، ما إلى فعل أشتق من عنده. هو يبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، السيف أيضا هنا جامد. زين، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي ولا واقعات الدهر يقللن مبردي، أو يقللن مبردي. مبردي على وزن مفعل، مبرد على وزن مفعل مشتق من برد، ويجي أيضا نقدر نقول فعال على وزن براد إذا استخدم. زين، نجي إلى الثاني. يقول هات جمل مفيدة يتصدرها كل منها اسم آلة على وزنه. عندي مثلا كلمة مفعال مثل مفتاح، مفتاح البيت، مثلا مفقود، أو يجي واحد يقول غير مفتاح مثلا، يعني غير هاي الجملة عادي. مفعل مثل مبضع اللي فاتت علينا، أو مثل منجل، أو مثل أي، يعني أي اسم آلة يفوت علي بهذه الكلمة. مثلا الفلاح بيده منجل، زين. نجي هنا هات في جملة مفيدة اسم آلة، ها بعد كلمة هاي بعد مفعلة، مثل مطحنة، مثل مطحنة، أو مفرمة، أو يعني مطحنة، مثل خلينا نشوف طحنت الحبوب بالمطحنة، هذه بالنسبة إلى الجملة السابقة. نجي على الجمل الأخرى. نجي هنا مثلا هات جملة مفيدة على اسم آلة لكل وزن من الأوزان الآتية: فعالة مثل سيارة، سيارة أحمد جديدة،
زين، او فعاله مثل غساله، فعاله اشتريته. اشتريت غسالة. بس امسحها شوية. اشتريت غسالة. غسالة. زين. أو مثل فعالة، نشوف مثل فعالة، نجيب فاعلة، مثل فاعلة، مثل رافعة. شاهدت في المصنع رافعة كبيرة. رافعة كبيرة. أو فاعول مثل حاسوب، ناسوخ، حاسوب. اشترى أحمد حاسوبا. هذا بالنسبة إلى هذا التمرين. نجي على التمرين اللي بصفحة 41، يقول ما الفعل الثلاثي لكل اسم من الأسماء الآلة وما وزنه؟ احنا هنا نشوف الفعل أول شيء، هذا شنو؟ ساطور على وزن فاعول. هذا الوزن فوق راح أكتبه فاعول، وزن فاعول، وأصله سطرة، سطرة، ساطور. ناقور أيضا فاعول، فاعول. أيضا فاعول، وأصله نقرة. عداد فعال، فعال، أصله عدة، كفو، عدة، هاي مشددة. ملعقة مفعلة، على أصله لعقة. كسارة فعالة، أصله كسرة. أنت أعزائي الطلاب انتبهوا أنه مثلا الفاء شو تقابلها، العين شو تقابلها، واللام شو تقابلها. مكنسة مفعلة، يعني كنسة، كنسة. شوفوا شنو كانت الزيادة، الفاء موجودة، التاء زيادة، والميم. براية فعالة، فعالة اللي هي شنو؟ يعني برع. زين. ثلاجة فعالة أيضا، ثلج، ثلجة، ثلجة. شوفوا الثاء قابل الفاء، والعين قابل اللام، صح ولا لا؟ واللام قابل الجيم. زين، شنو الإضافة؟ التاء المربوطة والألف. مكبس مفعل، على كبسة. بهذه الصيغة أنتوا تعرفون يعني كأنما الميزان الصرفي، مثل الميزان الصرفي تعرفون الإضافات اللي صارت. أعطي اسم الآلة الأفعال التالية واذكر وزنها. قرضة، تقدر تقول قراضة وتقدر تقول مقرضة، اثنينها صحيحات. قراضة، قراضة، على وزن فعالة. بردة، تقدر تقول براد وتقدر تقول مبرد. مبرد، على وزن مفعل. وأيضا صعد، مصعد، على وزن مفعل. بضعة، مبضع، هاي موجودة عندنا بال يعني يقصد به
شريط الجراحه اللي عند الجراح، مضعف كانوا يسموه العرب مضعف قبل مفعل. شرط مشرط ايضا على وزن مفعل. وهنا عندنا فتح مفتاح على وزن مفعال. مفتاح على وزن مفعال. هذا بالنسبة لهذا التمرين. بالنسبة للتمرين السادس يقول أعطي اسم الفاعل على وزن فعال. يريد هنا لحمة، مو هاي مو لحم، لحمة فعل، لحام، لحام العفو، لي لحام مو لحام، لحام لحام. حزمة حزام، ربط رباط، خاطة بعد خاطة شو يصير؟ يصير خياط. دائما الألف خي من أكسر الخاء لازم الحرف اللي وراها يجي ياء، يعني إذا كان ألف يجي ياء خياط. أطر إطار. زين هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. نجي على التمرين اللي بعده. هاي بس أطر أمسح هاي لأنه واضحة. طلاب من الحروف صح؟ إطار. أعطي اسم الفاعل على وزن فاعول. صرخ صاروخ، صاروخ فاعول، صرخ يصير صاروخ. زين وجر، شوفوا شلون جر هنا شذ، يعني الجيم اخلي لها الف صارت جر، جر جارور فاعول. مو تسويها جرار، جرار على وزن فعال. عفوا واحد يقول اسويها فعال يصير، بس هنا هو محدد لي لازم على وزن فاعول. فاعلة قطرة قاطرة. هاي شوفوا اخلي الالف اللي هو ضافها، والطاء مكان العين، والأر مكان اللام، واخلي التاء. شحنة شاحنة، شاحنة. كسحة تصير كاسحة، كاسحة. وعندي رفع يصير رافع. هذا كل ما موجود اعزائي الطلبه في اسم الاله الخاص بالصف الذات مهني اللي هو الفرع الصناعي والتجاري والفنون التطبيقيه، وكذلك الحاسوب والزراعي وايضا التمرين. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه، وكتبوا لنا بالتعليقات اذا اي درس تبغون نحله. احنا حاضرين للحل اي موضوع خاص باللغه العربيه للصف الثالث المهني. احنا مستعدين. انا ما شرحت الموضوع لان حبيت انه ادخل بالتمارين، وخلال التمارين اشرح لكم الموضوع. يعني خلوها ببالكم انه انتم توزنون على الميزان الصرفي، وعندكم اسم الاله نوعين، يا اما مشتق على الاوزان اللي ذكرناها، او غير مشتق اللي نسميه جامد، اللي هن اللي كانوا يطلقون على العرب ومستخدم كالقلم والسيف، واسم الاله هو اسم اداه استعملها. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.